النهارده معانا سؤال للحلقه. السؤال بيتطرق الى امر خلينا نقول انه موجود كتير في المجتمع المصري وفي مجتمعات تانية الحقيقه، يعني يمكن نقول او يتصور البعض ان الموضوع ده قل وناس تانية تتصور ان الموضوع ده زاد. موضوع هو جواز الصالونات. قولوا لنا كده انتوا ايه اغرب موقف اتعرضتوا له او سمعتوا عنه في جواز الصالونات؟ ولو هنبتدي بنفسنا، وزي ما بيتقال دايما السيدات اولا، ladies first. كنت خايفه من السؤال ده والله، معلش. بص اقول لك، انا عاده يعني ما بقعش في الموقف ده كتير، لان انا يعني مش هقول ان انا ضد، بالعكس تماما، بس انا حاسه ما بحسش نفسي يعني في موضوع جواز الصالونات ده، ما اقدرش انزل النزولات دي او اقعد الاعداد دي، مش عشان انا شايفاها فيها حاجه غلط، بس انا مش شايفه نفسي مؤهله نفسيا. زي ماري مونيه بتدي لك بندقه وتقول لك اكسريها كده يا بنتي وريني، يعني بس دي بس كل الفكره. لكن طبعا يعني في جوازات عن طريق جواز الصالونات ناجحه جدا، ده اكيد يعني. بس موقف، يعني عارف انت في ناس تحب دايما تعمل معاك الواجب، يعني هم مش مقتنعين على انت مكسوف مثلا، يعني مش مكسوفه، لو عايز انزل هنزل يا جماعه، الموضوع سهل، يعني ليه بتعملوا ليه بتستجدعوا معايا؟ مش عايزه مش عايزه حد يستجدع معايا. المهم يعني حد من اصحابي هي وجوزها قرروا ان هم يستجدعوا معايا ويجيبوا لك عريس. وطبعا ما كنتش اعرف، بس هي الدخله، ده جواز الكافيهات. يعني هي الدخله الهله بتبان، يعني بتشوف حد كده جاي منمق عريس فيرست من اول. ايوه. يعني من اول طله كده تحس النهارده كاتب الكتاب، يعني مش جاي ده كاتب الكتاب، فالدخله بتبان. فقلت خلاص مش هحرجهم، يعني هعمل نفسي مش واخده بالي وعادي. معرفه الناس كنوز. الله اكبر. مش مشكله، ما شاء الله. فمفيش خمس دقايق، ما عداش خمس دقايق يعني، فابتدى الولد يقول السي في بتاعه، يعني بيعمل ايه، هو بيتقدم لشغلانه، ما هو يعني انت المفروض قاعد مع ناس صحابك، فانت بتعرف نفسك عليهم يعني ليهم ليه؟ المهم مفيش مشكله، كمل عادي. فهو كان بيشتغل في احدى الشركات، يعني بيشتغل اتش ار، مع كل احترامي اللي بيشتغلوا طبعا هذه الوظيفه. وبعدين راح قايل لي واحنا قاعدين فجاه، انا بحب شغلي قوي. قلت الحمد لله كويس. بحب أأذي الناس كده واخصم لهم، بحس ان انا مسيطر. فطبعا إيه؟ انا فانا فضلت باصه كده شويه، خير في حاجه معينه. وبعدين شويه ونزل هو قال كده. لا معلش، بس هو قال كده فعلا. ده سادي يعني بيستلذ مسيه الناس. لا هو يعني وبيقولها وما بيتكسفش، يعني انا اسف لو انت سامعني. لا ما تتاسفش. دي حقيقه، يعني هو كان شخص غريب جدا. وبعدين هو ده المفروض انه بيحببك فيه يعني عشان توافقي عليه. انا ما اعرفش هو المفروض بيعمل ايه، يعني انا مش فاهمه الكتالوج، يمكن ده اللي بيحصل في جواز الصالونات وانا ما اعرفش، متاخره مش عارفه. وبعدين شويه فنزل المنيو، هنشرب حاجات عادي يعني حقنا، فكل حد بيختار حاجه، فاخترت حاجه معينه. لا حلو اشربي ده احلى. فحسيت ان انا في مشكله. بعد طبعا بقى يعني ما بعد ما قام، فانا ما عرفتش اتخانق مع اصحابي ولا اعمل مشكله، بس حسيت ان انا مشفقه عليهم، يعني مشفقه على صاحبتي ان ده صاحب جوزها، فما عرفتش اعمل حاجه بصراحه. ده بيحاول يذبح لك القطه من قبل اول يوم. لا انا مش غالبا كانت ارخص، غالبا يعني غالبا والله اعلم. انا خايفه اسالك السؤال ده. لا انا ما بصدقش في جواز الصالونات عموما، انا ضد جواز الصالونات. يعني في حالات ناجحه، بص في حاجات بتنجح طبعا، كل قاعده وليها الحاجات اللي بتكسرها، بس في الاول وفي الاخر انا مش يعني اعذروني، يعني مخي مش قادر يستوعب فكره ان اثنين هيكملوا حياتهم مع بعض الى ما لا نهايه، الى ان ربنا يفتكر حد فيهم وينزلوا انا اسمي فلان وانا اسمي فلانه، انا بشتغل كذا وانت بتشتغل كذا، طب يلا نعيش مع بعض. بس هي مش بتمشي كده قوي، يعني انا اعرف حالات ناجحه جدا من جواز يعني. هو بصي المستخرج منها مثلا ان اصحابي يعرفوا اثنين صحاب على بعض شايفين ان هم لايقين على بعض، فيبتدوا الراجل والست دول يتعرفوا على بعض ويبنوا ما بينهم علاقه طيبه تتطور الى الزواج. ممكن الناس تعتبر ده جواز صالونات، بس فكره الجواز الصالونات بالمصطلح القديم اللي هو الصالون فعلا، اللي هو فيه عريس سمع ان
بنت عبد العالى فندي خلصت التوجيهية فاحنا رايحين نتقدم لعبد العالى فندي عشان عبد العالى فندي سيرته طيبة فاحنا هناخد بلاها سوسو خد نادية. لا انا ما بصدقش في الموضوع ده خالص. لسه موجودة لحد النهاردة؟ لا دي انا ما بصدقهاش خالص وما بظنش انها يعني لو الجوازة المعيار بتاع نجاح الجوازة هو استمراريتها فاظن في اغلب الاحيان وليس كل الاحيان عشان كل قاعده وليها الحاجات اللي بتكسرها، في اغلب الاحيان بيكون نتاج الزواج ده اطفال عندهم مشاكل لان هم مش شايفين موده ورحمه في البيت. هو ابوهم راح اشترى ثلاجه من محل ثلاجات او غساله من محل غسالات او مكنسه اشترى سلعه معمره. هو اشترى سلعه معمره دخل دفع مهر واتفق على مؤخر وشبكه بكذا وفرح بكذا وخد العروسه ودي اظن كمان فيها يعني تقليل شديد من شأن السيدات إنها تعامل كسلعة مش كإنسانة لها الحق في الاختيار وإبداء رأيها في شريك حياتها وشريك عمرها. ده رأيي. والله يا دكتور حسام الحاجات دي اسمه نصيب يا جماعة ونعمة بالله. والله ونعمة بالله نسيبها على ربنا. وفي كل الأحوال برضو نرجع تاني ونقول في حالات ناجحة جدا من جواز الصالونات طبعا وفي حالات فاشلة والناحية التانية نفس الكلام في حالات برضو جواز عن حب وكمان فيها نجاح وفيها فشل ففي الاول وفي الاخر هو اسمه ونصيب. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، ايه اغرب موقف مريتوا بيه او سمعتوا عنه في جواز الصالونات؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك واكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.